هم بتعلموا وراها عاشت فلسطين حرة عربية. شايفين؟ شايفين؟ مفهوم؟ 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 بنحط الاصبع وين؟ على اخر الحلقة. هذول الاصبعين بنحطهم وين؟ على اخر الحاجة. بنسكر، خليها مسكرة، الايد ما بتنفتح، تفتحيها. نسكر اصبعك. ايوه. بنحط وين؟ على اول اخر الحاجة من هون. مفهوم؟ 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 الحين لما يرتفع العلم وخلص صراحة.
ايدين لورا. انتبه سريع سريع انتبه. انفخ صدرك وكذب حالك. انت شرطة؟ انت شو؟ شرطة. انت شو؟ شرطة. حكينا الاستعداد، نرفع القدم اليسار بننزلها وبنرجع ايدينا محلها. احنا في استراحة. سريع تبي ايه استعد ابن اليسار. سريع ايه استعد. اسرع ايوه حط الدرج زينا ويه ايدينا ورا نفتح شويه عقد كتاب. في واحد زعلان غاد قاعد بتطلع فيه بعين ونص ماشي. طيب ممكن هسه بدنا نحكي احلى نكته. طيب انا بما اني سامع صوتكم مش راح ابلش بس لازم تسمعوني. بدكم تسمعوا اللي حابب يسمعني ويسكت يرفع ايده عشان اعرف. اللي حابب يسمعني يرفع ايده. اللي حابب يسمعني يرفع ايده. ماشي. اللي رفض اشي زعلانة طيب بدنا اليوم بدنا نتدرب على اشياء لانه انا بصراحة حابب انه انتو يعني اخر مجموعة منكم بدنا نعمل هيك مشهد مسرحي او سكتش مسرحي مقطع مسرحي. هذه المقطع المسرحي بدنا نتدرب عليه مع بعض وبدنا نحكي عن شيء اسمه الاجسام المشبوهة. ايش اسمه الاجسام المشبوهة؟ هذه الأجسام المشبوهة بدنا نحكي عن الألعاب النارية. تمام؟ عايش بتحكي؟ شو اسمك أنت؟ إيه؟ وأنت؟ فهد ومحمد. الحقيقة هسا بدنا نعاقبهم لأنهم هم مش راضيين يلتزموا فإحنا بدنا نعاقبهم. تفضل عندي هون يا فهد. كلياتكم رافعين سلاح عليك وانت لحالك ليش بتعمل؟ كلياتكم ضحكتوا؟ طيب ممكن اعرف شايفه كيف انت بتحرك مناخيرك؟ انت حركت مناخيرك صح؟ حكي يلا اطلع. ليش هيك مميلة؟ طيب بكره ان شاء الله بتجيب معي دربوش عشان
ايش؟ عشان تنعمل حكواتي.